صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، وصباحكم كده يا رب رزق وعافية، وصباحكم راحة بال عليكم كده جميعا مشاهدينا الغاليين في كل مكان. لقاء يومي بيتجدد معاكم بحلقة صباح النور النهاردة الاثنين 8 مايو 2023. صباح الفل يا اسحاق. صباح الفل يا هبة، صباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم. يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة وكل الأمنيات وكل الحاجات الحلوة، والعيد ميلادهم النهاردة 8 مايو، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. أكيد كل يوم في عيد ميلاد صح؟ أيوة أنا ملاحظة الفترة الأخيرة عمال بتعيد على الناس ممكن. ما أنا حسبتها لقيت كل يوم في عيد ميلاد، فأكيد يعني إن يبقى يعني كل وقت نقول الناس كل سنة وانتم طيبين. ما يصحش نعدي اليوم كده. طيب تعالى نبتدي بالخير، يعني هو قبل الهوا على طول هو عمال يقول لي كان فين الطقم ده في ايام الكريسماس عشان الاخضر، يعني فبيقولوا اللون الاخضر ده خير، وكل يوم الصبح بنقول لكم صباح الخير، تشوف حد تقول له صباح الخير، حاجه حلوه قوي الخير، ويقول لك دايما الامثال يعني اعمل الخير وارميه البحر، اعمل الخير وتلاقيه قدامك، المهم ان دايما خلي الخير في حياتك ولما تعمل الخير يترد لك. فينا ناس تشوف انه انا عملت الخير او انا عملت كتير خير في حياتي بس دايما بلاقي العكس، وناس تانية تقولك ربنا ما يضيعش ابدا الخير اللي انت بتعمله بشكل او باخر، في الاخر هيلف يلف ويرجع لك حتى لو مش من الشخص اللي انت عملت معاه الخير، بس ربنا هيردهولك وهيعوضهولك ومفيش حاجة هتقع منك، عملت الحلو هتلاقيه وهكرر تاني، مش لازم من نفس الشخص اللي انت عملت معاه الخير، بس كل ما كان قلبك حلو وبتدي وبتدور انك انت تساعد غيرك بأي شكل من الأشكال، تعمل الخير من غير ما تستنى المقابل بتاعه، لأنه برضو دي مشكلة أن أنا في حد ممكن يعمل الخير وهو مستني أنه ده هيتردد دلوقتي أن يشوف مردوده في وش اللي قدامه أو تصرفاته دلوقتي، لا خالص، في ناس بتعمل وما بتدورش. فلو النهاردة قلنا إيه الخير اللي أنت عملته في مرة أو موقف أنت عملته حلو لحد وفي الآخر هو رجع لك سواء من شخص أو من حد تاني، بس المهم تقول ربنا ما ضيعش الخير أبدا، الخير بيرجع لك ولا تقول خير أن تعمل شر أن تلقى؟ لا الخير بيرجع، أنا على يقين بدي. وزي ما أنت قلتي أنا يعني برضه هاخد منك الحتة دي، مش لازم يرجع من نفس الشخص، والمثل اللي بيقول لي اعمل الخير وارمي البحر ده على فكرة ده جاي من آية في الكتاب المقدس سفر الجمع، اللي هي ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد أيام كثيرة. فهي الفكرة بعد الكتاب حتى قال بعد أيام كثيرة، يعني مش شرط أن أنا أعمل خير النهاردة ألاقيه النهاردة. وعايز أقول لك على حاجة بقى، أنا بشوف يعني أو كل واحد ليه منطق في الحياة، حتى لو ده ممكن يكون منطقه هو لوحده ومش شرط يكون هو ده الذي يجب أن يكون، يعني أنا بشوف إن الإنسان لما بيساعد الآخر أو على قد ما يقدر، لأن في ناس كمان تطلب مساعدات أنا ما أقدرش أعملها ويقعد يطلبها منك، لا هتعملها لي يا عم أنا مش في إمكانياتي، ويزعل لو ما عملتهاش طب ازعل، يعني انت لما انا اقول لك على حاجه انا مش هقدر اعملها وانت تزعل مني ازعل، انا يعني خلاص. لكن قصدي اقول في المجتمع او في الاطار اللي انا بعيش حواليه، طول ما انت بتساعد وطول ما انت بتقدم صدقني عمر ربنا ما يسيبك ولا ولو مهما ضاقت تلاقيها فرجت، مهما الدنيا ضاقت وضاقت بيك تلاقيها فرجت. وانا بشوف ان ربنا ما بينساش حاجه، يعني حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو أنت يعني كنت ماشي لو حد معاه عربية كده وماشي بيها ولقى حد بس يكون يعرفه، يعني كان واقف على محطة الأتوبيس وصله، كان لقى حد ما يعرفوش مش قادر يدفع تذكرة القطر وبيتخانق مع الكمساري ويقول له لا طب ما أنا ناقص مش عارف قد إيه، وده ربنا ما بينساش الحاجات الصغيرة. أنا بتكلم على الحاجات الصغيرة، أنا بشوف إن الله ما بينساش ابدا وبيحوش ده لينا لينا كلنا. فانا بشوف ان اللي بيعمل خير اول حاجه اوعى تستنى، يعني انا بقول لك ربنا هيدي وهيعوض وربنا هيرد لك الخير، لكن بقول لك اوعى تستنى الخير، يعني انت قدم الخير مش في اطار ان انت بتستناه، قدم الخير في اطار ان انت بتحب وبتقدم محبه للاخر، وكل ما كان الآخر أنت ما تعرفوش أو مالكش معاه مصلحة أو مالكش معاه علاقة أو مش هيبروزك أو مش هيكتب عنك كلمتين حلوين، طول ما أنت الخير يبقى أحسن وأفضل.
والخير ده مش لازم اللي انت تعمله يكون حاجة مادية، لكن الخير بحاجات كتير قوي. يعني الخير ده هنمشي نفكر ايه الخير اللي انا ممكن اعمله، كل خطوة انت بتمشيها ممكن تعمل خير، ممكن تقدم محبة، ممكن تقدم كلمة حلوة، ممكن تمسك حد تعديه الشارع، ممكن توصف لحد حاجة معينة وتقوله ده نعرف الدكتور الفلاني لو رحت له ده كان شاطر جدا، هو يا حرام يبقى له فترة طويلة عمال يدور على دكتور كويس عشان يعالجه ومش عارف، يقولك انا لفيت على دكاترة كتير جدا. ان حد يذاكر لولاد حد من جيرانه او حد يطلب منه مساعده في المذاكره او في معلومه ما يبخلش ومش مستني اجر انه هيذاكر لحد بفلوس، لكن يبقى عارف ان انا ممكن حتى لو هو ما بيقدرش هديله المعلومه. حد في شغل ممكن في رزق، يعني حد يبقى عاوز يشتغل وفي ناس تقول لك لا ما اصل انا لو خدمته ودخلته الشغلانه الفلانيه دي ممكن يزاحمني، ممكن ياخد مكاني، لا في ناس بقى ما بتفكرش في كده. ادي لو تقدر انك تساعد حد يبقى له رزق ويبقى له لقمه عيش ويفتح بيه بيته يا ريت، ده خير، انت فتحت باب رزق لحد برضه في يوم من الايام ده هيرجع لك. الخير اللي ممكن تعمله هو كلمه حلوه، كلمه تشجيع، حب تديه لحد، ما هو ده خير برضه انت بتعمله. هيجي وقت تبقى مكسور وتبقى واقع وتبقى محتاج لحد يطبطب عليك ويقول لك كلمه حلوة، ده خير ربنا برضو هيردهولك. يعني يا استاذ عزت صباح الفل. صباح الخير يا استاذ هبه، صباح الخير يا استاذ حق، صباح النور على عينيكم، صباح الخير على الساده المشاهدين وعلى كل مؤيد البرنامج. شكرا ليك يا استاذ عزت، اتفضل. الخير اللي احنا بنعمله الخير لا تقاوم الشر بالشر بل قاوم الشر بالخير، دي ايه موجوده في الانجيل. تمام. اي انسان يعمل اي حاجه حتى لو انسان معدي في الشارع زي ما حضرتك قلت يا استاذ اسحاق يروح يطبطب عليه ويعديه ده خير. طفل بيعيط في الشارع طبطب عليه ده خير. صح. اي حاجه تتعمل حلوه وقيمه بتتعمل في الخير، والخير هو المسيح. صحيح. والمسيح هو الحب. استاذ عزت، هل حاجة تفتكر مثلا موقف معين عملته ونسيته كتير بعد كتير كده؟ انا كنت رايح الشغل ورايح على اخر ربع ساعة وقابلني راجل من الناس اللي هم لابسين هدوم وسخة جدا جدا وشعر منكوش وحالته لا يرثى بيها، محدش قرب له، انا شلته وعديت بيه الشارع ونزلت بيه الكوبري، رحت لقيت المدير بيقول لي انا مضيت لك. انا مضيت لك، انت ما يهمكش، جاي متاخر ما يهمكش. وده مش المعتاد. ما استناش وما استناش تعويض الحاجه اللي بعملها. برافو. في ساعتها. صحيح. ممكن تيجي بعد شهر، بعد سنه، بعد صح. اسبوع، بعد ساعه، بعد نص ساعه، في الوقت نفسه. صح، عندك برافو عليك. شكرا يا استاذ عزت، بشكرك. وانا هاخد اقتبس من كلامك جمله عجبتني، الخير هو المسيح. فأنا هقول إن إحنا لما بنقدم الخير للآخر كأننا بنقدم المسيح للآخر، أيا كان مين هو الآخر، أنا بمدله إيدي، إذن أنا بمدله المسيح. أنا مش عايز بس الكلام يدخل في إطار الإنشاء، لأني أنا الحقيقة بيجي لي كده حساسية من الكلام الإنشاء اللي هو يجب أن نفعل ويجب أن يكون، لكن أنا بقول على قدر المستطاع، ما بقولش إن إحنا نمشي نوزع لكل الناس محبة وخير وسلام وأمان وبتاع، لأن إحنا طبيعة الحياة مش كده، لكن إذا كان في مقدورك إن أنت تقدم خير للآخر اعمل كده ولا تتردد ولا تنتظر، يعني ما تترددش ان انت تعمل كده وما تنتظرش ان ده يترد لك في الاخر، لكن هو هيترد ولا لا؟ الله مش ممكن ابدا، مش ممكن ينسى شويه ميه بارده اديتهم لحد، مش ممكن ينسى ابدا كلمه حلوه وكلمه تشجيع اديتها لحد، تقول ايه يا ده انا وقفت مع الولد بس ذكرت له كده كلمتين في وكان هيسقط في الامتحان، رحت قبلها باسبوع قعدت اذاكر له، فانا لما ابني كبرت واتجوزت وابني بقى في سن الولد ده ربنا رزقه بحد عمل تقريبا مع نفس اللي انا عملته من 20 و30 سنه، يا رب انت ما بتنساش حتى الحاجات البسيطه دي. بالظبط كده. وبعدين ما ندورش الشخص اللي هنعمل معاه ده يستاهل ولا ما يستاهلش. صحيح. يعني انت ممكن يبقى الحد ده تيجي تقول تشوفه حد محتاج وتقول اللي عمره ما ساعد حد ده ما يستاهلش اصلا، وانا شفت منه ايه حلو عشان اساعده، ده مش منطقي، يبقى انت كده مش بتعمل خير. لما هتنقي تعمل الخير
خير لمين، ده ما بقاش اسمه خير. لكن ممكن حد يكون أذاك، ممكن يكون وجعك، ممكن يكون ملوش معاك مواقف انت ممكن تفتكرها كويسة يعني، ويجي وقت تلاقي ان الشخص ده محتاج لحاجة او محتاج لمساعدة، وتقول لنفسك كلمة اعمل الخير وارميه البحر، مش هدور هو يستاهل ولا ما يستاهلش، انا هعمل معاه. ممكن حد حواليك يقولك ده ما يستاهلش، وانت ده هتساعده كان لسه عامل فيك وعامل فيك، لا هتلاقي نفسك قدمت الخير. وصدقني في الاخر يمكن الخير اللي انت عملته يكون سبب في تغيير الشخص ده في الاخر يعني. ولو ما تغيرش انت بينك وبين نفسك، شفت حد محتاج لمساعدة وساعدته، مش مهم هو مين، وهيرجع لك برضو في الاخر يعني. معنا مين؟ استاذة شيرين من سوهاج، اهلا بيكي. اهلا، ازيك يا استاذ سحاب؟ الله يخليكي، عامله ايه، اخبار حضرتك؟ صباح الخير. ازيك يا استاذة هبة؟ صباح الفل يا شيرين، اهلا بيكي، اتفضلي. انا عايزه اتكلم على حكايه الخير دي. الخير ده يتعمل مع مين يا استاذ سحاب وانت يا استاذة هبة؟ يتعمل مع الاقارب ولا مع الجيران ولا مع الاخوات؟ يتعمل مع مين الخير ده؟ انت شايفه يتعمل مع مين؟ مفيش حد يا استاذه هبه، الاحترام ليكم يعني، يستاهل يتعمل معاه الخير. محدش يستاهل نعمل معاه الخير. ها طب ايه يا يستاهل يتعمل معاه الخير؟ طب لان انت بتعمل خير بترد لك شر. بص يا شيرين، انت اكيد بتقولي الكلام ده لانك يعني شكلك موجوعه، شكلك يعني مصدومه في ناس بتعملي الخير وما بتلاقيش كده، صح؟ كتير كتير يعني... كتير بعمل الخير وما بيتردش، بترد مشاكل وشر حاجات كثيرة يعني. بصي انا عارفة يعني، انا حاسة ان انت في حاجة وجعاكي، وممكن يكون في عملتي خير وبتلاقي نفس الشخص اللي انت عملتيه بيردولك حاجة وحش. بس تعالي نفكر بمنطق حاجة واحدة بس، مين فينا قدام ربنا يستاهل الخير اللي ربنا بيدهولنا؟ مفيش حد فينا ما فيه كامل ولا فيه كل احنا كلنا عندنا حاجات وضعفات وحاجات، ومع ذلك ربنا لو هياخد بالوحش اللي فينا مش هيدينا حاجه خالص، بس بيدينا من غير ما يحسب احنا نستاهل ولا ما نستاهلش. فانت عملتي خير ما تندميش عليه، ارميه، وربنا صدقيني حتى لو مش من الناس دول نفسهم هتلف تلف، حتى لو من حد تاني هيردلك الخير اللي انت عملتيه، فما تندميش. شكرا يا مدام شيرين. وانا بس عايز اقول على حته صغيره بس، هي يعني ايه فكره ان انا ادي عشان عاوز؟ يعني انا برضو بشوفها ان هي منطق مش ظريف ومش حلو، ان انا اساعدك عشان مستني منك في يوم تيجي تساعدني. انا بشوفها ان هي منطق مش لطيف. هتقول لي الحقيقه اخد وعطى ومش عارف، لا، انت هتعمل حاجه كويسه اعملها وما تستناش ان هي تترد لك من نفس الشخص. لكن زي ما قلنا ربنا ما بينساش ويردها لك اضعاف، لكن مش لازم من نفس الشخص. وانت لو انت بتعمل الخير عشان منتظر قصاده حاجه، ارجوك ما تعملوش. يعني أنا بترجاك النهاردة بقولك، لو أنت بتعمل الخير لصالح شخص أو لصالح أسرة عشان مستني منهم يردولك، لا ما تعملوش. هي ممكن ما تكونش مستنية رد، بس هو ممكن يوجعك ان انت مش مستني منه حاجه، بس لما بيديهولك اذى او شر فتستغرب، واحنا بني ادمين فبتلاقي نفسك صعبان عليك، لكن انت مش مستني منه حاجه. بس ما تاذنيش، افتكر لي حاجه واحده كويسه عملتها معاك وبلاش اذى. ده دايما يا هبه في العلاقات الضيقه جدا، اللي هي علاقه الاسره الواحده او علاقه العيله الواحده او الاقارب، وانا ممكن مع جيران، ممكن مع زمايل في الشغل تكون عملته حاجه. ما بشوفش ان انا لما اعمل في قريبي حاجه كويسه او ادي له حاجة كويسة ان ده خير انا بعمله قد ما هو واجب علي ان انا اعمله. يعني عايزين نفرق برضو ما بين ما يجب ان انت تعمله. يعني حدش النهاردة مثلا بيساعد ابوه وامه عشان كبار في السن يقول ايه انا بعمل خير، بتعمل خير ده واجب. ما حدش بيقول مثلا ان انا شفت قريبي اللي من لحمي مرمي في مستشفى فانا رحت وتكفلت بالمصاريف لان هو مش معاه، ويقول لي انا عملت في يوم من الايام في خير. انت ما عملتش في خير، انت عملت ما يجب عليك ان انت تعمله، ولو انت ما عملتش كده يبقى انت مقصر قدام ربنا وقدام الناس. لكن انا بتكلم في الخير لكل الناس، حتى الناس اللي انا ما اعرف. لا تنتظر من احد، صدقني لو بتعمل الخير، لو بتقدم لي انا بشكل شخصي خير وعشان انت مستني مني حاجه، لا ما تعملوش احسن. طب نشوف راي استاذه جوليا. يا استاذه جوليا صباح الفل. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذه هبه، صباح الخير استاذ صباح حق. الفل صباح عليك يا جوليا، اتفضلي. انا هقول حاجه طبعا. عملها جوزي الله ينيح روحه، بقاله 3 سنين اهو متنيح، ربنا ينيح. بس كان يجي لنا ناس من الصعيد يجري يجيبهم من المحطه ويروحهم وهم مسافرين،
ولو دخلوا مستشفيات يقعد يتابع معهم لغايه ما يخلصوا. وفتحت له الكنيسه في عز الكورونا لما تنيح رغم ان كل الكنائس مقفوله. هو ربنا سهل له انه فعلا فتحت له الكنيسه وبقينا مستغربين كلنا. انه كان الاباء الكهنه يصلوا على المتنيح بره الكنيسه وهو في العربيه. هو اتفتحت له الكنيسه وجم اباء كهنه حضروا خارجه. وكان طول ما هو ماشي الصبح يعني يتمشى الصبح يبقى جيبه مليانه فلوس ويقعد يدي كل الناس اللي في الشارع اللي بيكنس واللي بيبيع خضره واللي بيبيع طعميه يقول الناس دي بتكسب ايه يعني. ويخدم بدون تذمر ومحبه يعني. انت شفتي ده في انتقاله رغم وقت وفاته كانت الدنيا صعبه جدا ومقفوله، لكن يعني شفتي محبه الناس وترتيب الدنيا ليه بشكل حتى مختلف. صدقيني وكل الناس استغربت مش انا بس. ايوه بقول ربنا انا برضه يوصلني بسلام زيه كده. ربنا يديك الصحه والعمر يا مدام جوليا. شكرا ليكي. شكرا شكرا. هي شافت ايه؟ شكرا يا ماما. هي شافت الحاجة الحلوة حتى بعد ما هو توفى في الجنازة بتاعته. يقول لك ده كان راجل حلو. هو محدش عارف ان هو كان بيعمل خير هنا وبيعمل خير هنا وبيعمل خير هنا. يمكن عرفه حتى بعد ما انتقل، لكن عشان هو ما كانش مستني زي ما انت كنت لسه بتقول. هو ما كانش مستني حد يرد له خير ولا حاجة. ما كانش مستني. بس انا بشوف ان ربنا ما بيضيعش ابدا صورة الانسان الحلوة حتى لو بعد ما مات. تلاقي واحد عادي جدا وبسيط جدا ومش مشهور ومش معروف وما كانش يعني خدمته في الكنيسة مقطعة الدنيا، لكن تلاقيه يوم جنازته تلاقي الناس كلها يقول لك ده أمم حضرت. ليه بقى؟ لأن هو حلو والناس الحلوة قليلين مش كتار على فكرة. يعني مهما أنت تحاول تعمل حاجة حلوة الناس الحلوة ما بقوش كتير أو فبيبان وبيبقوا منورين. وحتى لو الناس ما بتقعدش كل طول الوقت تقول لهم أنتوا حلوين فصدقوني في وقت من الأوقات الناس كلها بتدرك وبتعرف حلاوة هذا الشخص. بالمقارنة كده شوف مثلا لما بنحتفل بعيد الحب المصري بتاع 4/11 وكل مرة بنقعد نفتكر مثلا قصته والكاتب مصطفى أمين في وقتها كان إيه؟ كان الراجل اللي هو اتوفى وما لقاش حد ماشي في جنازته واخدينه ماشي كده والدنيا فاضية، فاللي هو كان بيسأل ليه يعني. الحب لو موجود، الحد لما بيعمل خير فالخير بيترد له، فتلاقي الناس مش عارفه حتى بعد وفاته هم زعلانين عليه عايزين يردوا اي حاجه، فتلاقيهم هم ماشيين وبيتكلموا حتى في سيرته بالخير وبالحاجات الحلوه. فاعمل الخير وارميه وما تفكرش فيه وهو هيرجع لك بعد حين، رجع لك من الشخص ده، رجع لك ربنا رده لك من ناس تانية انت حتى ما تعرفهمش. وتقول عارف الدعوه الحلوه يقول لك ربنا يوقف لك ولاد الحلال. ولاد الحلال دول بيوقفوا لك من كتر ما انت بتقف لغيرك ومش مستني تيجي في الوقت اللي انت محتاج فيه حد. صحيح. من غير ما تطلب تلاقي ما تعرفش الناس دي طلعت لك منين، وقفوا جنبك ازاي. واحد ممكن مثلا لا قدر الله هو ماشي في الشارع عجله موتوسيكل عربيه اتخبط اتعور وقع، ففي ناس ما عندهاش ضمير وتتعمل تخبط وتمشي وتجري. واحيانا نلاقي حد ما يعرفوش خالص وقف ملوش علاقه بالحادثه اصلا ويقف وياخد الشخص ده ويجري بيه على المستشفى ويقف معاه ويدور يتصل بمين من اهله. مين اللي عمل كده؟ ربنا هو اللي بيوقف الكلام ده. فاعمل وهيجي الوقت اللي ربنا هو كمان هيوقف لك يعني. مدام سلوى صباح الفل. صباح الخير حضرتكم عاملين ايه؟ صباح الفل عليك. اهلا اهلا بيكي يا مدام سلوى. ربنا يخليك. هو ممكن برضه نتكلم عن ان الخير لو الواحد عمله ومستناش رده. أيوه. ممكن يغير اللي قدامه. ممكن يغير اللي قدامه. يغير؟ يغير ان يعني انا انسان مثلا معايا مش كويس او حد مش كويس من كتر ما انا فيه خير ومش مستنيه، طب ده بيعمل معايا خير على طول، ده مش مستني، طب اشوف بعمله ازاي بعمله ازاي. برافو عليك. يجي يوم يتغير. صح يا مدام سلوى برافو عليك. ونشكر ربنا والحمد لله. انا برضو معايا يعني مثلا في حياتي كان امي وجوزي نفس القصه. جوزي بيعمل ما تعرفوش يعني، ممكن واحد كده ماشي في الشارع ما يعرفوش محتاج مساعده، حد في حياته شر ومش كويس معاه. ايوه. فلاقيه ما بيستناش خير منه، انا اتعلمت الحكايه منه. برافو برافو. جميل. شكرا يا مدام سلوى. شكرا. ناخد استاذ يحيى. صباح الفل يا استاذ يحيى. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا مدام هبه؟ الله يخليك. الحمد لله. اهلا بيك يا استاذ يحيى. اتفضل. الحمد لله. بس اول حاجه انا عايز اوضحها بس كلمة اللي هي بتقول اعمل خير وارمي البحر، يعني ارمي البحر. يعني البحر فيه اموات كتير.
امواج، فيوما ما الامواج دي هتجيب لك الخير تاني، يعني هترجعه لك تاني. الله عليك، ايه التامل الجميل ده؟ بعد يوم، بعد اسبوع، بعد سنه، بعد سنين، في اي وقت الخير ده كل واحد يعني في ايدك تعمل الخير اعمله. يرجع. برافو عليك، اعمله النهارده بكره بعده كل يوم اعمل خير. هل تفتكر حاجه استاذ يحيى عدت عليك؟ ربنا يعني دايما علمنا كده، كان يقول يصنع خيرا، فانت تمشي تعمل خير على طول. واحد عايز يعدي الشارع عديه، واحد بيسالك على عنوان قول له عليه، واحد عايز اكل اديله، واحد يعني كتير جدا جدا الخير ده في كل حته وحوالينا على طول. صحيح. ممكن تعمله يا استاذ يحيى. للاسف للاسف في ناس تبقى عارفه الخير تعمله ما بتعملهوش، وفي ناس تقول لك انا بعمل خير الاقي شر. لا، عمره ما كان الواحد في خير يلاقي شر، عمره. صحيح. ربنا بيديك الخير زي ما انت عملته. صحيح. في اولادك، في زوجتك، في قرايبك، في اي حاجه. وبعدين ما تستناش، ما دام بتعمل خير ما تستناش المقابل بتاعك. شكرا يا استاذ يحيى، ربنا اللي بيدينا المقابل. شكرا ده. يا استاذ يحيى، شكرا لحضرتك. ويمكن افتكرت من كلامك كانت مقوله قالها البابا شنوده، حب الخير وحب الغير، وحب الخير للغير. يعني مجرد ما انت من جواك بتحب الخير لغيرك، حتى لو انت ما قدمتلوش بايدك هذا الخير، مجرد ان انت حابب له الخير اللي هو فيه، تحسب ليك ان انت قدمت خير. ده مجرد بس ان انت شفت واحد ربنا اداله خير، فانت قلت الله يبارك له، الله يبقى صدقني يستاهل. الكلام اللي احنا بنقوله ده، مجرد ما انت من قلبك فكرت بهذا التفكير، يحسب ليك ان انت قدمت خير. لان احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا بقينا مش بس ما بنعملش يعني البعض مننا مش بس ما بيعملش الخير، ده بيكره الخير اللي يكون في ايد الناس، يكره الخير اللي في ايد الناس، ويقول لك اشمعنى ده خد وانا ما خدتش، اشمعنى يا رب اديت ده وانا ما اديتنيش، اشمعنى حصل كذا وانا ما مش عارف ايه، ويقعد يلوم نفسه ويأنب نفسه ويأنب ويأنب ضميره ويأنب ربنا، ازاي كيف يا رب يعني. فقصدي اقول يعني ادي الخير واتمنى كمان الخير كانك اديته. لما تدي الخير ولما تعمل الخير كأنك بالظبط زرعت زرعة، البذرة اللي انت رميتها هي اللي هتطرح نفس الحاجة اللي انت رميتها. رميت حاجة حلوة هتلاقيها طلع حاجة حلوة، مش ممكن تبقى زارع زرعة وفي الآخر هتلاقي الشجرة مطلع لك حاجة تانية، أبدا مش هيحصل. ممكن تبقى بتتأخر على ما تطلع، ممكن تبقى محتاجة كل فترة كده تحط ليها سماد عشان خاطر تكبر وتبقى الثمرة حلوة. وماله، هو ده بقى الخير اللي احنا بنعمله. بعد وقت، بعد 2، بعد سنة، بعد 10، هتلف تلف. ربنا بيقولوا كده عنه، ربنا ما بيبقاش مديون، الحاجة اللي عملتها هيرجعها لك ويرجعها لك كمان خير أضعاف وأضعاف. المهم أن أنت ما تستناش، اعمل وانت مبسوط وفي الآخر هيرجع لك أكتر وأكتر وأكتر. يا رب يديكوا كل الخير ويدينا أننا نقدر نعمل الخير من غير ما نستنى ويرجعه لكم أضعاف وأضعاف كل الخير. عشان وقتنا دلوقتي نخرج معاكم نشوف آية اليوم ونرجع نكمل حلقة. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يمكن ربنا يسوع المسيح اللي قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحياه، اكمل حاجه انه حط لنا طريق الخلاص. وقبل ما يصعد الى السماء وصى تلاميذ يكرزوا العالم ويتلمزوا، وقال لهم كده عباره مهمه قوي قوي، قال لهم من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. يعني ربنا يسوع المسيح حط لنا اساس الخلاص، حطنا طريقة الخلاص وخطوات الخلاص، ولا غنى عن كل كلمة هو حطها لنا كطريق للوصول إلى الملكوت. مهم قوي أنه في الآية بتاعة إنجيل القديس مرقس 16:16 ما يقول لنا من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن، عاوز يقول لنا الإيمان. طب إحنا بنؤمن بمن؟ معمودية، ضرورة المعمودية. طب الذي لا يؤمن ولا يعتمد لربنا يسوع المسيح، ايه النتيجه؟ حيدان في اليوم الاخير. احبائي، رساله مهمه قوي لينا النهارده، يمكن رساله عقائديه مهمه لخلصنا قوي قوي، انه رساله ربنا ان احنا لازم نؤمن بيه،
طب احنا بنؤمن بايه بالظبط؟ احنا بنؤمن ان ربنا يسوع المسيح هو اللي تمم الخلاص، هو اللي فدانا بدمه على الصليب. الايمان مش مجرد ايمان عقلي ولكن ايمان عملي. احنا نؤمن ان ربنا يسوع المسيح بذل نفسه من اجلنا عشان يخلصنا من الخطايا. طب احنا مطلوب مننا ايه؟ ما مطلوب مننا نقدم برضه حياتنا ونبذلها من اجله. طبعا هو لا غنى عن الايمان، هو ده الاساس والمدخل للايمان بربنا يسوع المسيح، ان احنا نؤمن بالصليب. لانه كيف يؤمن انسان بربنا يسوع المسيح ولا يؤمن ان هو مات على الصليب؟ يبقى ازاي بالعقل؟ يعني اللي يؤمن بربنا يسوع المسيح يؤمن بكل حاجه عملها، يعمل يؤمن بخطته ان هو الخلاص. والايمان على فكره ده عطيه من عند ربنا، قسم لكل واحد مقدارا من الايمان. ربنا يمكن بيدي ايمان، بس بيديه لمين؟ بيديه للشخص اللي بيبحث عن الحق. عشان كده كل انسان ربنا جابه، ربنا يسوع المسيح جابه ودخله في وسط شعبه، ده كان بالتأكيد بيبحث عن الحق، فمنحه نعمة الإيمان وابتدى يفتح عقله ويدير استنارة، وابتدى روحه تشتعل بحب ربنا يسوع المسيح، فابتدى يؤمن بأنه ممكن الله يتجسد، ويؤمن ممكن الله يموت على الصليب، ويؤمن أنه ممكن دمه ده يطهر كل البشرية، وممكن يؤمن أنه الجسد والدم اللي احنا بنتناوله في سر الإفخارستية ده يقدر يغفر لنا خطايانا ويثبتنا في ربنا يسوع المسيح. كل ما الإيمان زاد احنا ثقتنا بزيد في ربنا، لأن الإيمان قابل لزيادة. الإيمان مش مجرد فكرة أنا وصلت لي، لكن الإيمان هو عبارة عن حياة معاشة. كل ما بعيش الإيمان كل ما ثقتي في ربنا بتزيد. بالتالي لما بتعرض لأي مشكلة واثق أنه اللي خلصني من الموت الأبدي واللي فداني واللي سفك دم على الصليب يقدر يخلصني من المشكلة دي، يقدر يحل المشكلة دي، رغم أنها ممكن تكون معقدة، رغم أن أنا بحسابات العقلية شايف ما تجيش تيجي إزاي، لكن الإيمان عطية، وعطية ممكن قبل الزيادة، بس قبل الزيادة لمين؟ للإنسان اللي بيستثمرها، اللي كل ما يختبر عمل ربنا يزداد ثقته في ربنا، فبالتالي إيمانه يزيد فعلاقته تزيد أكثر بربنا. نقطة مهمة تانية، الإيمان والمعمودية، أن آمن واعتمد. المعمودية لا غنى عنها بأي شكل من الأشكال، وكلام ربنا يسوع المسيح يمكن واضح وصريح قوي. كل من لا يولد من الماء ولو الروح لا يقدر أن يدخل ملكوت، لا يقدر، يعني كلمة لا يقدر يعني ما فيش حل تاني، لازم الولادة من الماء والروح من المعمودية. والمعمودية بالتقطيس، مدفونين معه في المعمودية، والمعمودية لجميع الأعمار. لم يذكر في الكتاب المقدس آية واحدة بتقول أن الأطفال ما تتعمدش، بالعكس احنا بنديهم فرصة انهم ينضموا الى الكنيسة من صغرهم ويكبروا ويلاقوا الايمان بعد كده. الاستثناء الوحيد في المعمودية هو معمودية الدم، ودي للشهداء اللي ما بيلحقوش يتعمدوا. يعني ربنا النهاردة حطت لنا خطة مهمة قوي في حياتنا للوصول الى ملكوت. الايمان والمعمودية دول الاساس اللي بعد كده بتتبني عليه حياتنا كلها بالاعمال الصالحة. علشان كده احنا مش عاوزين الشيطان ابدا يشككنا في اي حاجه تخص عقيدتنا الارثوذكسيه. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.